في هذه الايام القليله الحمد لله استطعنا اننا نجمع يعني التائين والتاءات من مختلف منطقات مراكش الحمد لله. كاين عندنا وليدات من الشويطر، كاين عندنا وليدات من الويدان، كاين عندنا وليدات من الناخيل الجنوبي، عندنا وليدات من الناخيل الشمالي، والحمد لله استطعنا اننا حتى العنصر النسوي استطعنا ان نحيوا هذا الرياضه هذه، وهذا بفضل التشجيعات والمساندة ديال بعض الاصدقاء، كنشكرهم من هذا المنبر. وكنتمنى من الناس المسؤولين لا الجهه ولا المجالس ولا سميتو انظروا يعني واحد النظره اللي هي تكون ايجابيه لهاد الوليدات هادو، لان هما كيترينيو وكيضربوا تماره، ولكن يعني كيبان لي مستقبل يعني في هذه الرياضه هذه شبه مجهول. علاش شبه مجهول؟ حيت بزاف ديال الحوايج اللي هما الناس في غنى عنهم حنا باقي كنحتاجوا لهم في هذا النادي هذا. لا كمثلا يعني النقل كنعاني منه بزاف، رغم ان المجلس كيوفر لنا بعض الاحيان الحمد لله، واحد كيتعاون معنا في هذا النقل، ولكن السنه المقبله ان شاء الله حنا مقبلين على الانخراط في الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى. يعني هذا هو العائق اللي دابا اللي كينتظرنا، هو عائق ديال النقل، يعني باش يبقاو مثلا هاد الوليدات كيجريو كيترينيو وكيشاركوا في السباقات المحليه او الجهويه ولا شي حاجه، يعني كتبقى هي سباقات محدوده. الحمد لله كنتمنوا توسع هاد الفكره ديال العاب القوى في الناخيل، نوليو حتى حنا كنعطيو فرصه لهاد الوليدات باش يوليو كيشاركوا حتى هما في ملتقيات فيدراليه وملتقيات يعني في بطولات المغرب، يعني فتحوا لهم واحد المجال ما عندنا الحمد لله سخرنا لهاد الوليدات هادو. من ناحيه المعاناه الماديه وداك الشيء راه تقريبا راه واحد ثلاث سنوات يعني من النهار البدايه ديالنا، وحنا الحمد لله ما عمر شي مسؤول ولا شي جهه معينه. خصوصا هذه النقطه السي يوسف، تنعرفوا ان الفريق ديالكم هو الفريق الممثل الوحيد ديال مقاطعه الناخيل في كل الملتقيات، وحنايا في المواكبه داخل طراب جهه مراكش اسفي كنشوفكم دائما حاضرين خلال الملتقيات الرياضيه خلال كل منافسات ديال العاب القوى اللي كتتاح لكم انكم تكونوا مشاركين فيها وكتبرزوا داخل هذا. واش الرساله اللي غادي تبغي توصلها السي يوسف لكل المسؤولين، لماذا كما شفنا واحد الصحوه على مستوى الفوتسال، الصعود ديال الفريق ديال اسود الناخيل القسم الممتاز الجهوي لعصبه مراكش اسفي، نشوفوا ايضا واحد الدعم لهذا الفريق ديالكم اللي هو فريق كما قلنا منضوي تحت لواء عصبه جهه مراكش اسفي لالعاب القوى، والموسم المقبل ايضا مقدم على الانخراط في الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى الذي تخول لكم انكم تجريوا في السباقات الفيدراليه ايضا على مستوى الاقصائيات المؤهله لكاس العرش وايضا البطوله الوطنيه لالعاب القوى. فعلا صحيح اخي كلامك صحيح. بالنسبه لنا حنا في ظل الغياب ديال الانخراط ديالنا في الجامعه الملكيه المغربيه لالعاب القوى، يعني تيتحتم عندنا ان نغامروا بهاد الوليدات وكنعطيوهم واحد الفرصه ديال المنافسه، يعني باش يتنافسوا ولو محليا، واحيانا كنديوهم حتى الشانتي اللي هو يعني من ناحيه البنيه الجسمانيه ديالهم يعني تيكون قاصح عليهم شويه وصعيب عليهم، ولكن ما يمكنش يعني تنقولوا حنايا نحبسوهم ما يشاركوش من المنافسه، لان الاطفال كلهما يعني كيحبوا المنافسه. وتنتمنى ان شاء الله السنه المقبله هاد المشاكل كلها هما اللي ذكرتي الاخ، جزاك الله خيرا، لان فعلا بحال عشتي معنا تقريبا هاد المشاكل هادو اللي ذكرتي. تنتمنى نتجاوزوهم ان شاء الله السنه المقبله ويتعاونوا مع هاد الوليدات هادو، لان هادو راه مستقبل ديال 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 البلاد، و حتى هما كينتظروا يعني المساعده، لان هذه الرياضه راه تقريبا راه الاغلبيه كيتجهوا لها، يعني اغلبيه باش نكونوا واضحين، يعني وليدات اليتامى وليدات المساكين، يعني نوفروا لهم واحد الشويه. راه دول اخرى يعني راه كتبذل واحد المجهودات يعني باش يعني الا خلقت لنا واحد المجتمع اللي هو رياضي، راه يعني راه كتخلق لنا يعني مجتمع كله هو اخلاق وتربيه. وكنتمناو الخير مستقبلا، وكنتمناو المسؤولين التفتوا واحد الالتفاته في يعني في كجهد
نقول نسميوها كجود منهم اتجاه هاد الاطفال هادو، ان تقريبا راه حتى حنا راه لا اله الا الله راه قربنا نسلم وراها.